أما الآن فمع كلمة لممثل مكتب الشهيدين الصدرين السيد حسن الصدر، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم في سورة آل عمران: أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقال أيضا في هذه السورة المباركة: رب العزة وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. سلام الله على أنبيائه المرسلين، وسلام الله على أوصياء أنبيائه المنتجبين، وسلام الله على أوليائه الصالحين، وسلام الله على الشهداء الصادقين، وسلام الله على ذويهم وأهليهم الصابرين الممتحنين. أحمد الله سبحانه وتعالى على شرف المشاركة في هذا الاستذكار في هذا اليوم الكريم والعزيز، يوم الشهيد لأهلنا الصابرين في هذا البلد الممتحن في البحرين العزيز. إنه شرف ما بعده شرف أن يكون أمثالنا من الصغار الذين يشعرون بالخجل مشاركين ولو بالاسم، وإن شاء الله أكثر من المشاركة الإسمية، مع أولئك أهل الرفعة وأهل العزة وأهل الكرامة أهل الشهادة في هذا البلد الصابر. وأرى من الفائدة في هذه الوقفات وفي هذا النوع من الاستذكار أن يستذكر الإنسان العمق الفكري لهذا البعد العملي الذي نستذكره اليوم. اليوم نحن نستذكر عمل الشهادة وذكر الشهداء الصالحين والصادقين، لكن أرى من الفائدة إطلالة ولو بسيطة للعمق الفكري لهذا الحراك. عادة البشر يحكمون على الظاهر ويحتفون بالظاهر ويمجدون الظاهر، والظاهر اليوم ظاهر كرامة وعزة، لكن لنستذكر ما هو هدف الإنسان من هذه الحياة أصلا، إلى ما يسعى الإنسان في حراكه في هذه الدنيا. البعض يعتقد أن الإنسان يصبو في حراكه إلى الراحة، ويبحث علماؤنا هذه المسألة: هل حراك الإنسان، كل نوع الإنسان، كل أبناء البشر، إلى ما يصبون، إلى ما يهدفون في حياتهم؟ الراحة ممكن، لكن هذا الجواب خاطئ، لأن الراحة الجسدية وبعد الألم لا يفسر سهر الأم وتعب الوالدين على أولادهم. الأم والأب يقضون شطر من حياتهم وهم في تعب وبذل ومعاناة وألم من أجل أولادهم، ويقومون بهذا العمل بشكل طبيعي وتلقائي،
فهذا الموقف وهذا الحراك لا يفسر حراك الإنسان، ليست الراحة. يقول العلماء أن الهدف الحقيقي لحراك الإنسان هو السعادة. الإنسان يبحث عن السعادة ويطلب السعادة. وعودة على مثال الأم والأب، الأم والأب يشعرون بالسعادة من خلال تقديمهم لهذه الرعاية، لهذه التربية المتعبة. هذا البذل والألم يصاحبه سعادة. فإذن السعادة والراحة غير متلازمة، الراحة شيء والسعادة شيء آخر. وقد تكون السعادة لها ثمن، ثمن التعب، ثمن الألم. ونحن نقول من وجهة نظرنا وخلفيتنا الفكرية والعقائدية، نحن نشعر بأقصى مراتب السعادة حينما نؤدي ما علينا من تكليف ومن واجب أمام رب العزة سبحانه وتعالى. حينما يقف الإنسان مناصرا لله ومناصرا لدين الله وثابتا على الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى له، يشعر هذا الإنسان المؤمن بأروع معاني السعادة، يعيش سعيدا رغم الآلام ورغم الجراح ورغم التعب ورغم البذل ورغم التضحيات. يشعر الإنسان بأنه سعيد لأنه يؤدي ما عليه، لأنه مع الحق، لأنه مع الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لشعب البحرين، هنيئا لشعب البحرين، هذا الصمود وهذه السعادة الدنيوية والأخروية الأبدية، هذا الصبر الذي يستمر سنوات تلو السنوات نصرة للحق، نصرة لله سبحانه وتعالى من أجل الكرامة ومن أجل الحق. لم نرى من هذا الشعب أي فتور، أي تململ، أي تخلي. ليش؟ مو لأنهم حصلوا على ما يريدوه، لم يحصلوا على ما يريدوه بعد. الحق لم ينتزع، لم يرجع لأهله بعد، لكنهم سعداء، سعداء لأنهم يؤدوا ما عليهم، سعداء لأنهم يمضون هذه السنوات بعزة وبكرامة. القانون التاريخي يثبت أن الحكم أصلاً لا يدوم، دع عنك الظلم، الحكم أصلاً لا يدوم، الدول لا تدوم، شكل الدول وشكل الحكومات أصلاً غير قابل للدوام. ومو تاريخ 30 سنة، تاريخ 7000 سنة من البشرية يثبت أن الدول لا تدوم، ما بالك بالظلم الذي أصلاً لا يدوم وهو أقصر. طيب إذا كان الظلم لا يدوم، يعني هذا الحاكم الظالم، هذه الأسرة الظالمة، إذا استمرت 20 سنة أو 30 سنة أو 60 سنة، هي زائلة لا محالة، بوقفاتنا أو بدون وقفاتنا هي زائلة. أنا بس أريد يعني أثبت هذا، يعني هذه الحقيقة في بال الأخوة، سواء وقفنا ضدها أم لم نقف ضدها هي زائلة أصلا بحكم التاريخ وحكم البشر وحكم تفاعل البشر. طيب الخيار واضح، إذن حكم ظالم زائل 20 سنة 60 سنة، خيارين، إما نقف راضخين مستسلمين أذلاء أو نقف بكرامة سعداء. سهل القرار، سهل، لا أقولها أنا من خلال هذه المنصة، يقول هؤلاء الأشراف، هؤلاء الشجعان وعوائلهم وذويهم طوال كل هالسنوات. القرار سهل والاستنتاج سهل. فهنيئا حقيقة لهذا الشعب الكبير، هذه السعادة الدنيوية وتلك السعادة الأبدية. وأكبر في هذا الشعب رغم قلة الناصر، رغم قلة الناصر، ثباتهم
وروعة تضحياتهم وتدارسهم لدروس تذاكرهم لدروس الماضي وعبره. وأقول أن هذا الشعب قد تميز عن شعوب باقي المنطقة، وأنا أعني ما أقول. هناك شعوب في منطقتنا الإسلامية والعربية منحها الله سبحانه وتعالى قادة، وتركتهم محاصرين، تركتهم لوحدهم بوجه الطغاة في بيت في زقاق، لوحدهم محاصرين. في التاريخ الحديث بمرارة أستذكره، لكن شعب البحرين اليوم يسطر حالة من التلاحم حول قيادته الدينية واستماتة من أجل الدفاع عن قيادته الدينية، وترابط وصبر يعلم باقي الشعوب. شعب البحرين ليس تابعاً لأحد، شعب البحرين يعلم باقي الشعوب. فهنيئاً لهم وهنيئاً لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة وحسن الثبات، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.